مع حضراتكم الدكتور شحات حسن عبد اللطيف، أستاذ بالمركز القومي للبحوث، رئيس قسم كيمياء المواد الدابغة. إن الناس متهيألة إن صناعة الجلود بتتوقف على صناعة الأحذية فقط، بل بالعكس صناعة الجلود حضراتكم تكاد تدخل في شتى المجالات المختلفة. يعني بيتعمل حضراتكم أثاث، مكاتب، وسجادات من الجلود باهظة الثمن وجودة وشكل خرافي وشكل جميل لا تضاهيه صناعة النسيج من الجمال والجودة والمتانة اللي تبقى موجودة فيها، سواء كانت الكراسي أو التريهات أو المكاتب، وتدخل أيضا في صناعة تنجيل السيارات. ودي طبعا صناعة تنجيل السيارات دي خاصة بتمتاز بها شركات بتاع المرسيدس المانيا تحديدا، بيبقى الجلود بتاعه الكراسي بتاعتها بتبقى جلود طبيعيه، اذا كانت العربيه اصلا جايه من مصدرا من شركه من هناك، يعني ما حصلش عليها شويه تعديلات او غيره. طبعا صناعه الجواكت بتدخل في صناعه القفازات، بتدخل في صناعه الاحذيه، في صناعه الاحزمه. يعني صناعات حضراتكم تكاد تكون لا حصر لها، ما فيش مجال من المجالات الصناعيه الا ودخلتها صناعه الجلود حضراتكم. يعني وتمتاز صناعة الجلود عن الصناعات الأخرى اللي هي البلاستيكية بأنها بتمتاز بمواصفات يعني تكاد تكون مختلفة تماما عن الصناعات البلاستيكية. يعني لما تعمل حزام بلاستيك يختلف عن ما تعمل حزام حضرتك من الجلد، لما اعمل جاكيت بلاستيك او من الفايبرز اللي هي الصناعيه ديت يختلف عن اني اعمله جاكيت من جلد. يعني حتى يعني ابسط مثال، نفاذيه الهواء ونفاذيه بخار الميه والحقيقه ما بيعملش العرق ولا الرائحه الكريهه اللي بتعملها الجواكت الثانيه، وكذلك الاحذيه وكذلك الاحزمه. يعني حضرتك بيمتاز بمميزات فضلا عن الجوده بتاعته والمتانه والعمر الافتراضي له. يعني المميزات والمواصفات اللي تتميز بها صناعة الجلود حضراتكم تكاد لا تضاهيها الصناعات الأخرى الموازية لها، فضلاً عن إن العمر الافتراضي. يعني يقول لك طبعاً السعر، طبعاً السعر ده أغلى. طيب حضرتك بتعتبر إن العمر الافتراضي ده، يعني لو جبت جاكيت حضرتك جاكيت جلد طبيعي يختلف عن أجيب جاكيت فايبرز أو صناعات أخرى. العمر الافتراضي ده سنة أو اتنين، بتاع الجلد ده ممكن يمتد معاك إلى 10 سنين وعشرات السنين إذا تمت صناعته صناعة جيدة. يبقى حضرتك هو بيدخل في صناعات مختلفة، تنجيد لما تخش الانتريه، لو انت قاعد على انتريه حضرتك في الصيف في قسم الصيف مصنوع من الجلود الطبيعية، ما تحسش انك انت قلقان ولا زهقان، ولا يسبب حضرتك العرق اللي انت تبقى قاعد متضايق منه حضرتك كده، ولا يسبب الرائحة الكريهة اللي بتبقى موجودة في المكاتب. ليه؟ لأن ديت هو حاجة حية، حاجة طبيعية، حاجة ربنا تبارك وتعالى اختصها بمواصفات معينة بخلاف الحاجات اللي تبقى مصنعة من مخلفات من نواتج أو تقطير البترول للمواد الأخرى البلاستيكية وغيرها. يعني ده حضرتك بيعد كده كصناعات، فضلا عن ان في صناعات ثانوية تكاد تكون أساسية واقتصادية هامة جدا مترتبة أيضا على صناعة دوائر الجلود. بمعنى بتطلع عندي منتجات ثانوية حضراتكم تكاد تكون في العرف انها حالة اقتصادية رديئة، ولكنها تدخل في صناعات عالية الجودة، بل اكاد اجزم انها تدخل في صناعات. يعني هقول لحضراتكم دلوقتي على سبيل المثال عشان مفيش داعي للمقدمة، لما تيجي حضراتكم بيطلع عندي منتج ثانوي من صناعة الجلود، اثناء الصناعة بيتم ان هو عمليه شيفنج لو، عمليه حلاقه لو، وتطلع عندي منه نوع من انواع السلاته بنسميها او الحيافات البيضاء. الحيافات البيضاء حضراتكم ديت بتدخل بتتم عليها معالجات كيميائيه بطريقه كيميائيه حضراتكم، وبستخلص منها ثلاث انواع من الجوده. الهاي جريد فيها كواليتي العاليه جدا فيها، سواء كان جيلاتين اللي موجود فيها ده حضراتكم ممكن يدخل معايا في صناعه الادويه. تخيل حضرتك منتج ثانوي من الصناعة يدخل معايا في صناعة الأدوية. النوع الثاني منه اللي هي سكند جريد بالنسبة له حضراتكم يدخل معايا في صناعة الحلويات. الثيرد بقى أو الصناعة اللي هي تعتبر حضرتك احنا بنسميها الحاجة اللي ما تصلحش بتدخل معايا حضراتكم في صناعة الغراء، تخش معايا في المجالات الصناعية الأخرى. وده منتج ثانوي، خدت بال حضرتك معايا من الصناعة. تخيل ممكن يضيف معايا قيمة اقتصادية عالية جدا بالنسبة لهذه الصناعة. عشان الناس بتبص لها على انها حاجة مهملة، حاجة مالهاش قيمة، او حاجة يعني كده يعني ايه يعني صناعة الجلود؟ لان طبعا ده بيرجع الى التقصير في المفهوم الثقافي
للعموم بصفة عامة أو بينظر إليها على أنها نظرة ثانوية يعني. فضلاً عن إن فيها طبعاً منتجات ثانوية أخرى موجودة حضراتكم، سواء كانت هذه الحيافات دي في البيضاء وفيه الزرقاء، فالزرقاء دي تدخل معايا في صناعات كثيرة جداً برضو متعددة، سواء كانت تدخل معايا في صناعة الأحذية أو بتدخل معايا في صناعة الألياف الصناعية الموجودة بندخلها فيها كمواد فيلر بتستخدم معايا موجودة فيها. ده دلالة على إن المجال مجال خصب ومجال صناعي عالي، وفي نفس الوقت مجال اقتصادي لدرجة إحنا مقصرين في حق هذا المجال.